السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام المشاركين في منصة رواق التربية الوجدانية مدخلاً لبناء الإرادة والوجدان. تحدثت معكم في ملخص بسيط حول تشخيص حال الأمة، لماذا تمثلت عقلية الوهن ونفسية العبيد، من الذي أسس لتلك النفسية، إنما هي نتاج ما فعلته أيادي الآباء والأمهات، نتاج الأسرة، المحضن الأول، نتاج المدرسة، نتاج البيئة المحيطة، نتاج جماعة الأصدقاء، ثم المؤسسات المجتمعية بما فيها الإعلام في خطابه الذي لا يعلي من شأن الخطاب الوجداني. أيها الأحبة الكرام، من الأهمية بمكان أن نؤكد على أن الثقافة الدينية في التربية الوجدانية للطفل هي المحضن وهي الأساس الأول، هي الأساس الذي يجعل الطفل بالفطرة لديه هذا الشعور، يولد على الفطرة وأبواه يهودان أو يمجسانه أو ينصرانه. أساسيات الشعور الديني لطفل مرحلة ما قبل المدرسة: التدين ظاهرة فطرية لدى الطفل أحبائي الكرام، وبالتالي عندما تردد على مسامعه الأذكار، عندما تطلب منه عندما يجلس على الطعام أن يقول بسم الله، عندما ينتهي من الطعام أن يقول الحمد لله، عندما يدخل إلى الحمام يقول أذكار الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عندما يخرج، عندما يتوضأ، عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يبدأ بأي عمل، أي عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. وهذه كلها هي التي تشكل لديه مفهوم التوحيد فيما بعد. أيها الأحبة الكرام، في سن الرابعة يبدأ الطفل في توجيه مجموعة من الأسئلة ذات المضمون الديني، محتاج إجابة حضرتك ومحتاج إجابة حضرتك بوعي وفهم وشفافية ووضوح. خيال الطفل في من 3 إلى 6 سنوات خيال خصب جدا، يبدأ يسأل أسئلة واضحة تحتاج من حضرتك إنك تحكي له حكايات جميلة وقصص جميلة تنمي لديه هذا الخطاب الوجداني. القصص التي تهتم ببناء شخصية الطفل مهمة جدا. الكرتون الإسلامي الجميل الذي أعد لهذا عليك أن تمارسه مع الأبناء. الأطفال أحبائي كمعلومة مهمة لا يدركوا المعاني المجردة ولا يدركوا الأشياء الغير واضحة وملموسة. هو يحب تديله شوكولاتة، تحب تتكلمه عن أمور ملموسة، تاخده في رحلة، أثناء الرحلة تتحدث معه عما هو ملموس، ثم بعد ذلك تخاطبه عن الجنة وما فيها، تخاطبه عن كل الأمور ذات الطابع المحسوس، لا تتحدث معه عن النار وعن العقاب وعن العذاب، وإنما حدثه عن كل ما هو جميل، عن تلك الواحة الخضراء الجميلة، عن تلك النعم الرائعة التي أعطانا الله لها، تحدثه عن هذا الملبس الجميل الذي أرسله الله إليه، حدثوا عن هذا الطعام الجميل الذي أعطانا الله إياه. كل هذه مفردات أحبائي من المهم أن نراعيها. هناك مقترحات مهمة في التربية الوجدانية يجب على المعلم والمعلمة خلال اليوم الدراسي في رياض الأطفال أن يستخدموها، وأن يكون أساسهم وشعارهم غرس العقيدة في نفوسهم وترسيخ الإيمان بالله في قلوبهم وتنمية اتجاهات إيجابية نحو الدين والقيم حتى تترجم إلى سلوك جميل، فترى الطفل مبتسم ودود عطوف، ما بنخرجش ناس جامدة، ناس متصلبة، ناس لديها نظرات عدوانية، ما بنخرجش ناس لديهم الأنا أعلى، وإنما بتخرج إنسان كده يعني جميل يمشي على الأرض، كلما جلس في مكان استشعر الناس حبه ووده وعاطفه وعطاؤه ورضاه ومثالية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في داخل المدرسة على مستوى النشاط الفردي، ركزوا معايا قوي، لابد من التعود على ترديد دعاء الشكر لله كل صباح، لابد من تعزيز بعض الأدعية المرتبطة بالسلوكيات مثل دخول الحمام، تطبيق بعض آداب السلوك العامة في المعاملة، تشجيع الأطفال على التعامل الصحيح وإكسابهم عادة البدء بالبسملة والاستعاذة كما أخبرت حضراتكم، ممارسة النظام في العمل. أمة
علمت الناس كيف يكون النظام الآن: فوضى، شوارع زبالة، أحياء زبالة، مدارس فيها قمامة، حمامات رديئة، واقع مؤلم ومرير، لأننا لم نتعلم ذلك ولم نعلم الأبناء ذلك ولم نسعى إلى تطبيق ذلك. أيها الأحبة الكرام، ركزوا معايا مرة أخرى على مستوى النشاط الصباحي، قراءة بعض صور القرآن التابعة للخبرات التربوية والتي ينبع منها خبرات تربوية، قراءة بعض الأدعية، إنشاد بعض الأناشيد الدينية، الاستماع إلى بعض القصص الدينية المرتبطة بالخبرات المناسبة والتربوية والدينية، قراءة بعض الأحاديث النبوية الشريفة، الاحتفال ببعض المناسبات الدينية للأطفال، ثم تأتي بعد ذلك الحلقات النقاشية. استخدمي معلمة الروضة ويا أيها الأب الصور والقصص عن الأنبياء التي وردت في القرآن، وعلى جوجل تستطيع أن تأتي بقصص الأنبياء في الأطفال، قصص الأنبياء بالصلصال، أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تدمجها وتوظفها تربويا. التعبير عن جمال الطبيعة وهي مظاهر قدرة الله تعالى كما نرى خلفي وكما نرى في كل مكان، التعريف بمفهوم أركان الإسلام، إعطاء الطفل وتعريفه من خلال الأنشطة بعض الكلمات المرتبطة بالنواحي الوجدانية، ماذا تعني الكعبة، ماذا يعني الحج، ماذا يعني المسجد، مساعدة الأطفال على معرفة أماكن العبادة في مناطقهم. عيب جدا إن الواد يبقى عنده 6 سنين ومش عارف المسجد، عيب جدا إن حضرتك تبقى مقيم في دولة أجنبية وقاعد وطفلك لا يعرف المسجد بحجة إن أنت أصل المسجد بعيد، أصل ما ينفعش أخذ الولد معايا. تعويد الطفل الهدوء أثناء الاستماع لآيات القرآن، ترديد بعض الآيات القرآنية المرتبطة بالخبرات التربوية، ثم بعد ذلك أحبائي نكمل في اللقاء القادم العمل بالأركان داخل الروضة، ثم الأنشطة اللاصفية داخل الروضة، وما المطلوب، وهذا سؤال استقبلته من حضراتكم، ما المطلوب منا لممارسة آليات جميلة داخل المدرسة وداخل الروضة حتى تكون مدارسنا معبرة عن التربية الوجدانية، وحتى تكون روضاتنا اسمها روضة يعني جنة، معبرة عن البناء النفسي والوجداني. أيها الأحبة الكرام، هذا ملكوت الله وهذا خلق الله وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، استشعروا معي معنى تلك النعم وكونوا قدوة وكونوا قادة وكونوا معلمين، لا تكونوا استبداديين ولا معنفين ولا ممن يساهم في تشكيل نفسية العبيد حتى لا نرى مجتمع سلبي منبطح غير قادر على أن يدافع عن حقوقه ولا على أن يطالب بما هو مطلوب منه ولا أن يمارس واجباته التي يجب أن يمارسها. تلك هي التربية وهذا هو مقصد التربية الوجدانية. أحبائي الكرام، تكون شخصية سوية. ألتقي بكم على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.